السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم لحبي كيفية أنك تشتري كارتات إلكترونية باستخدام رصيدك من نفس السيم كارت مالتك، يعني رصيدك في الآسيا سيل فقط، ما تشتغل عندك عرضية فقط على آسيا سيل. طبعا هذا معلان، ولكن اللي عنده رصيد دائما يعبي رصيد، وعنده رصيد زايد ويريد يشتري كارتات إلكترونية، من حيث إذا يريد يشتري كارتات الخاصة ببلاي ستيشن او كارتات بالايتونز وغيرها من الكارتات، فتستطيع انه تشتري من نفس حسابك او رصيدك في السيم كارت بالنسبة لآسيا سيل. بالبداية راح تنزل اكيد تطبيق الآسيا سيل خاص بهم، وبعدين تنزل على الخدمات الرقمية، ومن الخدمات الرقمية راح تدخل راح يشوف عندك متجر، متجر اللي هو باشا وكذلك الكاريتي، اثنيناتهم شغالين تمام اكو مشاكل، ولكن الاسعار عندك تختلف. لاحظ اي اسعار تفيدك تقدر تشترك. ليش؟ لانه الاشتراك لازم تدفع فيه البدايه 5000 دينار يستقطع من الرصيد، بعدين تقدر تشتري اي بطاقات الكترونيه. بالنسبه لي انا شفت الكاريتي الاسعار مالته ارخص فاشتركت بالكاريتي. بعدين تلاحظ هنا عندك البلاي ستيشن الكارتات، سواء كان عندك الحساب الامريكي او كان عندك حساب الاماراتي وبطاقة الاكس بوكس وبطاقات الايتونز. انا راح اشتري البلاي ستيشن الحساب الامريكي لان حسابي هو الامريكي، فمجرد انه تدخل رقم جوالك الاسيا سيل راح يدز لك الكود الخاص بتاكيد الشراء. تدخل الكود راح يعطيك الرقم مال الكارت، تقدر تدخله مثل ما تلاحظ امامك. هذا انا مستعمله، فحتى لو تضيفه انت فانا مستعمله. ضيفه انت بالحساب الخاص مالك بالبلاي ستيشن راح يضيف لك السعر كامل، وبعدها تقدر تشتري. وكان هذه طريقه الشراء البطاقات الرقميه على رصيد الآسيا سيل. لا تنسى من الاشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.